El Sawi Culture Wheel has launched a new campaign called Tolerance Day. Within this campaign, three aspects of tolerance will be discussed: gender, religious, and cultural. Our aim is to promote and educate about the tolerance, because the 16th of November it's International Day for Tolerance, and we think that's a good reason to remind people, especially young Egyptians, what is the meaning of the tolerance. Within the campaign, we provide a workshop, concert, and discussions that people can visit us and set what they're thinking about the tolerance, how they understand it, and try to understand the others. على اساس انهم يحسوا الائمه في الجوامع في خطب الجمعه بالذات انهم يتكلموا على هذه المشكله. احنا موجودين هنا النهارده بنتكلم عن يوم التسامح، وهتكلم عن التجربه بقى اللي بتحصل لي في العموم، ان انا بتحط في الفريم ده من المجتمع، خصوصا في شغلي، ان انا لما بتحط مثلا، انا النهارده اشتغلت كمودريتور في اليوم، فلما بنيجي نحكي حوالين انه هل انا هقدر اعمل ده ولا لا، ففي ناس كتير جدا كانت شايفه انت ما تقدريش تعملي ده عشان انت بنت. التسامح هو معناه انه انا باخد كل حقوقي وبدي كل واجباتي، وهو ده اللي هيخلي المجتمع في الاخر كامل ومتسامح. ما يحدث في مصر هو الحقيقه التسامح في اتجاه الجرائم، مش التسامح في اتجاه الاختلاف الثقافي. السفارات الاوروبيه كلها في مصر بقى عندها حاجه اسمها زيرو توليرنس بوليسي تجاه التحرش الجنسي برعاياها في مصر. ثقافه التسامح، احترامنا لبعضنا، احترامنا لاختلافنا، احترامنا لتقديرنا لبعض. النظر من النظام العام او نظام الدوله المسؤوله عن الدوله حاليا بالنظر الى القضايا المجتمعيه وترتيب الاولويات ووضوحها بشفافيه. موضوع عدم التسامح ده بيعمل احباط ونيجاتيف انرجي مرعبه، انه كل ما واحد بيحاول يعمل حاجه مجرد ان هي جديده على البني ادمين او مش قابلينها لاي سبب من الاسباب بتبقى مرفوضه، وبتتقابل بقى باراء اللي هو الانتقاد بتاعها بيبقى مش حلو، لا بيبقوا اعداء الحاجه اللي بتحصل دي مهما كانت. في تجربه ما قدرتش اسامح فيها، وفي تجربه سامحت فيها، يعني قلت خلاص بقى، يعني ربنا بيسامح، فاحنا بني ادمين مش هنسامح يعني. Tolerance is freedom, freedom of choices. It allows you to choose what to wear, where to go, and whatever you like to do. Tolerance for me, it's to respect other people's religion, other people's culture, but also opinion about politics or all kind of opinion. وبعدين يتسربوا برضه، فتبتدي الدوله تعمل لهم برامج محو امان. بدل بقى ما يضطروا يوصلوا الحلول دي، يبقى في كوست معينه اسيرتن فيه عشان المينتننس والكهرباء وان المشروع ده يستمر كمدرسه. احنا مثلنا مصر في التسامح الديني في السويد، ومثلنا مصر في التسامح الديني في مالطا وفي سوريا، وان شاء الله يعني في كمان دول اوروبيه قادمه يعني عن طريق وزاره الثقافه. فهو دي الفكره، فكره التسامح الديني، نبذ الطائفيه، فلسفة قبول الآخر بغض النظر عن الهوية أو عن اللون أو الشكل أو الدين. كل مصري حتى لو بوذي، حتى لو بهائي، كنا عايشين في أرض واحدة، نحترم بعض. في تقديري إن المشكلة الحقيقية هي مشكلة فقر وجهل. حط فقر وجهل عند أي معتقد أو عند أي أفكار هتشوف تصرفات عنيفة. الموضوع مرتبط بالحالة اللي في البلد، بالثقافة اللي في البلد. لو الناس قادرة إن هي تعيش حياتها في حالة وعي، لو الناس قادرة ان يكون عندها امل في بكرة شكله احسن، اكيد مش هيفكروا في العنف. انا يعني سعيدة جدا ان انا موجودة النهاردة في اطار الحملة الخاصة بالتسامح بمناسبة حلول اليوم التسامح العالمي اللي هو هيبقى يوم 16 نوفمبر. النهاردة احنا في اليوم المخصص للتسامح الديني،
اعتقد ان هو موضوع مهم جدا جدا ان احنا نتناقش فيه ونفتحه، لان احنا في وقت دلوقتي في حاله من العنف السائد ورفع رايات التكفير والتخوين، وبقينا الحقيقه محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض بشكل حقيقي ونعرف ايه الاسباب اللي خلتنا نوصل للمرحله دي. والتيشيرتس كلها مكتوب عليها ما تخسرنيش، ما تستغربنيش، ما تصنفنيش، ما تكفرنيش، ما تسجننيش، ما تزعلنيش، حاجه كده. فالناس بتقرا وبعد كده بتبتدي تناقش او تبتدي تبص لك او تبتدي تضحك او تبتدي تشغل دماغها. فدي برضو حاجه بسيطه بتحصل في يومك الطبيعي، يعني بتبقى ماشي كده في الشارع. انا حصلت معايا حلوه قوي، شفت منظر جامد جدا في الشارع واحنا ماشيه في الشارع. التسامح زي ما احنا سمعنا هو مش بس تسامح ديني، لا ده في تسامح ثقافي وتسامح بين الاجناس. فالتسامح ده بيخلينا نعرف ان احنا لينا دور وان الاخر له دور وان احنا الاثنين لازم نحترم بعض عشان مجتمعنا يتطور. احنا اتكلمنا على مفهوم التسامح بالشكل العالمي والشكل المحلي، وايه دور الحكومه، دور مؤسسات المجتمع المدني، دور التعليم والاعلام في نشر ثقافه التسامح. يعني انا عندي مثلا موضوع معين ممكن اكون انا ضده، بس دوري في يعني كفريق مناظره ان انا اجي ادافع عن الموضوع ده. فبالطريقه دي انا بقرا فكر الناس اللي قدامي، وده انا شايفه من احسن التمارين اللي ممكن تخليك تحط نفسك في مكان الشخص اللي انت بتعرضه في الافكار. يعني كل واحد لازم يحس انه في مصلحته اللي بقى متسامح، انه مش بيضحي بالتسامح، انه هو كسبان في الاخر. التسامح مش مفهومه الضيق اللي هو حد غلط فيا يبقى نسامحه، لا، التسامح معناه الكبير الواسع اللي هو انا ليا فكري والاخر ليه فكره، ازاي مدى قد ايه نتقبل الاخر بفكره. مش معنى ان هو فكره مختلف عني معناه انه غلط، كنا نتقبله هو يتقبلني، فهي ده فعلا معنى التسامح. التسامح انك تبقى متقبل الاخر مبدئيا، ف ده هيخليك طول الوقت ما عندكش اي ضد او نديه. هو فكره قبول الاخر بس. ممكن محدش يعني ينتقد حد قبل ما يفهمه كويس ويسمع منه، ولو حاول ان هو ينتقده ينتقده بشكل يعني منظم كده. لا تكبر الانسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهارده بيطلبوه هو اللي بكره يشتهي يغيره.